العنكبوت وحل إلى مركة أما عرعرذا وحشرذا أما حشراتك أما حيواناتك واحد النفليل نفلي ذا تنقول لي ذا من حيث الحركة حركة ما بلبا شبك بيسا بيستا وتكور هيسانو شبك على عرض اللي لابي وضمن كيدي وضمن بكاسي اللي كان هيسان تبدن ويسك سيحان هيسان يدو سعوتين هذا ركتوا بيرتهيبا وبيسك هردوا الأقوي كي أغفر فرعونانا يدخسق أهانا ضمن كاسو كل عيا وحمدتوا إلهي وقال لك ضمن كاسو قصوا قليا تيس كده جنيد واك هل كسر وارزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهذا سورة العنكبوت سيدا حتى أنا ذي كنت جيل سورة العنكبوت آخر كذا أيام صلاة الصبح مسجد كأن كنت كني قدر أيام صلاة الصبح تجي ودور سنة كهر صلاة الصبح من تجي مركا عينها نخري وكي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم عينها سكمل وصلها هدى نخري أواخر سورة العنكبوت بان كنت جي مركا ركوعي الله أكبر الركوع لي أيوه حنك على عرم ما يشوف إيه فرد ذا ما يشوف سجود لها بيبا فرد ذا بقى هذا هدي ميلها الأفريقان كوكا لا يهان الله يدوها بالأورا الله ويميلها لكن دول كاس أدب يقول نظيفيان ومساجد دي إيو ولي إذا ما أرك عارو أنا ميش جوكت لا قبلا ولا بعدا لما أرك ميش هسو ميش أنكو سجود لها بيبا جوكتا مركا أن نسكر ركوعي وأن سجودي لما شايدي أن كنت سجودي لها بي تاقنتها وبان فرت الساقو يريدي حقا هرم بير فريشتي بابا أين سي عرري سجودي دي واسكر لما يستي سلاة دي وان لما يستي سلاة دي مركان كبحي عندك كيو سجود ساعة وصورة دان أخري متى غنان غربا يري ها سورة العنكبوت عنكبوت كي واتن هل كيتمت واتن موجودة جاءت العنكبوت واتن كل عبرق هذا قارم بيسكا هيدو وما بدنا حشرات حقها شو ما بدنا شاي جدد يأذ بأون نظيفيان يعني وحي ما شو اتمد أنه قرن منه ولكن جاءت ربما تسمع هذه الآيات إلهي سبحانه وتعالى مخلوقات كيس أسرات هذا لم كلوغا الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتاب النشر في القراءات العشر سوى كشي كيني يقرده وناكسن سيدا يتهيي سيدا لو باهيي القرآن كسيدا لو أقرنا يو أيو أمثلة وشيء وحول وكان من بعض الشيوخنا الشيخ الفلاني الشيخ الليلة صوت قروح بضم بولها صلاة مركو أقرنا يو قرآن صبح بو سقو صلاة تجيني يا بويري وأقرنا يا سورة النمل مركو قالي فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين إذا بهدهد ينزل على رأسه ويل هدهد ميلو كيم ذا نقرنين أيا مرحا كفولي إلا أكرم بيينا ودلت أقناوين ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وركوع السجود مرحا سو اسكتكي هدهد كينا اسكتكي هذا هدهد كو إنو إدراك ليهي أو درين ليهي وعظمة إلهي كوين تهي وموحد يهي وأهل لا إله إلا الله يهي دي قناة كابل نوشا كيزوما بل إنه قوم بن أو قوم سبع ليلة ومملكة بن سبب النقضي يسوي إنه وضع إسلامان دي قناة كابل نوشا كيزوما